أليسوسانست، المسيح قام بالحقيقة قام. النهاردة عيد القيامة، وقيامة المسيح هي فرح لنا كلنا، فرح ونصر على إبليس، نصر على الخطية، نصر على أي إنسان يائس وأي إنسان محبط. المسيح النهاردة بيديله فرح وبيديله سلام وبيديله طمأنينة. المسيح دخل التلاميذ بالأبواب مغلقة، فمهما كانت الأبواب مغلقة ومحبط ويائس من حياتك، الخطية غلبان مش قادر تتغلب عليها، بقوة المسيح تقدر تتغلب على أي خطية، بقوة القيامة، قوة القيامة من المسيح القائم بين الأموات. ولربنا مجد دائم. أليسوسانستي المسيح قام بالحقيقة قام. حبايبي كل سنة وانتم طيبين. أنا عارفة العيد المرة دي مختلف كلنا في بيوتنا، بس دي فرصة عشان نعيشه بطريقة صح ونحتفل بقيامة السيد المسيح. كل سنة وانتم طيبين. إخريستوس أنستي، أليسوس أنستي، أباء الكهنة، إخواتي الخدام والخادمات، أولادي المخدومين، كل سنة وكلنا فرحانين بأفراح القيامة والخلاص. وحشتوني، وحشتني كنيستي، وحشني اجتماع الخدمة. كل سنة وانتم طيبين، نتقابل على خير. أولاً وحشتوني جداً، وحشتني الكنيسة، وحشني القداس قوي، وحشتني الخدمة، ولكن كله الخير، كله حلو، كله من إيد ربنا حلو. وتعودنا ان احنا نقول له نشكرك على كل حال، من اجل كل حال وفي كل حال. ثانيا كل سنه وانتم طيبين. إخريستوس أنستي، بمناسبه القيامه بتعجبني قوي في لحن يا كل الصفوف السمائيين، الكلمه الاخيره اللي بتتقال، سبى الجحيم سبيا وحطم ابواب النحاس، قصر متاريسه الحديديه. كلمه سبى يعني اقتحم، وده فعلا اللي حصل بموت المسيح على الصليب، انه دخل اقتحم الجحيم. والابن روح القدس الاله الواحد امين. إخريستوس أنستي، أليسوس أنستي، كل سنه وانتم طيبين. كان نفسي اكون معاكم، لكن ظروف البلد صعبه من الفتره دي عشان خاطر موضوع الفيروس المنتشر ده. كنت عايز اقول لكم خبره بسيطه في القيامه. كان ابونا بشوي كامل يقول ان اروع ايقونه للقيامه هي التوبه. كل واحد فينا عايز يشوف نفسه قائم فعلا، لازم يعيش القيامة. يعيش القيامة ازاي؟ كل مدى كل واحد فينا يقع في خطية او في غلطة او في شيء او في اي ضعف في حياته، ممكن ان هو يقوم، تبقى ايقونة رائعة للقيامة. كل سنة وحضراتكم طيبين، اشوفكم على خير. إخريستوس أنستي، أليسوس أنستي. انظروا يديه، تأملوا رجليه، انظروا يديه، تأملوا رجليه، المس جنبه، انظروا وجهه، المس جنبه، انظروا وجهه، إنه الإله قام حقا. في الفجر مبكرا ذهبت للقبر، في الفجر مبكرا ذهبت للقبر، بأطياب فاخرة وحنوت عطرة، بأطياب فاخرة وحنوت عطرة، لأكرم الإله قام حقا. وحشتوني كلكم جدا، كل سنة وانتم طيبين. إخريستوس أنستي، أليسوس أنستي، المسيح قام بالحقيقة قام. ولاد وبنات ثانوي المميزين، كل سنة وانتم طيبين. إخريستوس أنستي، حبيت أعيد عليكم بفيديو بسيط، وحبيت الفيديو يكون عبارة عن أيقونة القيامة اللي الكنيسة وزعتها علينا. الحقيقة الأيقونة دي أنا بحبها لأنها متطابقة جدا مع الآية اللي بولس الرسول قالها لأهل أفسس، يقول وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات بالمسيح يسوع. نلاقي فعلا في الأيقونة دي سيد المسيح ماسك آدم وحواء بإيديه بيقيمهم من قبورهم، يقول كده وأقامنا معه. ونلاقي كمان خلفية السيد المسيح شكل بيضاوي لونه أزرق، إشارة للسماء، عشان كده يقول أجلسنا معه في السماويات. أتمنى كلنا نحافظ على
سورة القيامة دي، وزي ما كنا زمان متعودين نعمل ركن للمزود، والفترة اللي فاتت تعودنا نعمل ركن للصلبوت، أتمنى كمان نعمل ركن للقيامة عندنا في البيت، نصلي قدامه دايما ونفرح بالقيامة وعملها فينا. كل سنة وانتم طيبين. خريستوس أنستي، المسيح قام، هو فعلا قام يعني، ونفتكر يعني في كل عيد قيامة ان بقيامة المسيح احنا كنا متحدين فيه، وهو بقيامته دي يعني ادانا ان احنا كل يوم نعيش القيامة دي، وان احنا يبقى لينا غلبة على إبليس وكل جنوده، ودعوة كمان من ربنا ان احنا يعني ايا كان اي حد فينا واقع تحت ضعف معين او تحت خطية معينة ايا كانت كبيرة او صغيرة، ما نركزش على ازاي نقوم، بس بالاولى نفكر قوي ان احنا بقيامة ربنا يسوع المسيح واتحدنا بيه، فاحنا لينا نصرة على إبليس وكل جنوده. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل يوم وكل لحظة وانتم بتعيشوا القيامة، ربنا معاكم ويبارك في حياتكم. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، الكنيسة وحشتني قوي. خريستوس أنستي، انا عايزة اقول لكم تأمل في دقيقة عن القيامة. ان ربنا لما كان بيجي يقول لنا صلوا، بيقول لنا صلوا دايما في الخفاء محدش يشوفكم. لما نيجي ندي برضه عطاء يقول لنا لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. لما كان بيجي يعمل معجزة كانت الناس اللي حواليه بس هي اللي بيشوفوه، مش ناس كتير، وكان كتير بيقول للناس ما تقولوش دلوقتي عن المعجزة. لكن لما جه اتصلب، اختار ايه المسيح؟ اتصلب على صليب كبير على جبل عالي جدا، عشان ايده مفتوحة لينا عشان كل الناس تشوفه، لان ده اكبر واعظم عمل ان المسيح ربنا المخلص يفدينا، يموت عشاننا ويقوم عشاننا ويفدينا. وحشتوني جدا. خريستوس أنستي، أليسوس أنستي، المسيح قام، بالحقيقة قام. كل سنة وانت طيبين حبايبي، شباب ثانوي وشباب ثانوي. أنا سعيد إن أنا أهنيكم بعيد القيامة المجيد وبشم النسيم. من أجمل العبارات اللي قالها معلمنا بولس الرسول: وأقمنا معه وأجلسنا معه في السماوية. القيامة حبايبي إن الإنسان يسمو في حياته وتتغير حياته القديمة ويعيش حياة المسيح زي ما المسيح عاش في وسطنا، إن هو كان سامي في معاملاته وسامي في تصرفاته. ينبغي علينا إن احنا نعيش القيامة على هذا المستوى، تتغير حياتنا إلى حياة المسيح زي ما معلمنا بولس الرسول قال: تشبهوا بي كما أنا بالمسيح. عشان كده احنا بنقرأ الكتاب. بنقرأ الكتاب ليه؟ عشان نتشبه بمعلمنا وبسيدنا وإلهنا، عشان نحقق الكلام اللي قاله في الصلاة الوداعية: أريد هؤلاء الذين معي يكونوا معي في مجد. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يفرحكم، وربنا إن شاء الله يشيل الضيقة اللي فيها كل العالم ده، ونفرح بكنيستنا ونفرح بمذبحنا ونفرح بأسرار كنيستنا. كل سنة وانتم طيبين وربنا معاكم. المسيح قام. خريستوس أنستي، بنات وولاد ثانوي، وحشتوني، وحشتوني قوي. وطبعا العيد ده مختلف، احنا بنعيد كل واحد في بيته، لكن فرصة ان احنا نتواصل كلنا مع بعض. وحابة اقول لكم ان الفترة اللي فاتت دي انا كنت بشوف مواهبكم على النت، وكنت فخورة جدا جدا بكل ولد وكل بنت استفاد من الفترة دي في موهبة حلوة مفيدة. حابة بس في عيد القيامة نحط قدامنا الآية اللي قالها بولس الرسول في كولوسي الإصحاح الثالث: إن كنتم قد قمتم مع المسيح اطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. محتاجين بس نغير اهتماماتنا شوية ونهتم بما فوق لا بما على الأرض. المسيح قام. كل سنة وانتم طيبين. ازيكم يا شباب؟ انتوا وحشتونا جدا جدا جدا. خريستوس أنستي، أليسوس أنستي، حابب اتكلم معاكم عن حاجه انتوا كلكم بتحبوها، وهي تمثيليه القيامه. تاريخيا تمثيليه القيامه دي حاجه مستحدثه على الكنيسه الارثوذكسيه، متاخده من الروم الارثوذكس تقريبا من 200 سنه. وفي اولها احنا بنعلن قيامه المسيح، احنا بنقول خريستوس أنستي، أليسوس أنستي،
المسيح القام الحقيقي القام، بنقول كل واحدة فيهم 3 مرات. بعد كده ندخل على جزء مهم جدا جدا جدا، هو المزمور 24 من أول آية 7. فيه بنقول إيه؟ يفتح أيها الملوك أبوابكم وارتفع أيها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. بيتقال 3 مرات. بعد كده بيتقال من هو ملك المجد؟ فالشماس بيرد بيقول الرب العزيز القوي الكبار القاهر في الحروب هو ملك المجد. المزمور دوت موجود في برضو في صلاة الساعة الثالثة، هو هتلاقي المزمور رقم 3 فيه. أتمنى إن احنا كلنا نقراه ونتأمل فيه، مزمور حلو جدا جدا جدا، وأتمنى إن احنا كلنا نكون استفدنا من أسبوع الآلام. هو سادي بشكل مختلف شوية عشان كل واحد كان في بيته، لكن أكيد كل واحد استفاد بطريقة معينة. إن شاء الله نتقابل قريب، وأنتوا وحشتونا جدا، كل سنة طيبين، خصوصا نستي. كل سنة وأنتم طيبين، ويا رب السنة دي فعلا يكون عيد القيامة مختلف، نحس أكتر بأفراح القيامة والوعد اللي ربنا إداهولنا، وبقى الفرح بالنسبة لنا منهج حياة، مش لحظة أو مش يوم أو مش 50 يوم، لأ ده على طول. زي بالظبط التلاميذ الشعور اللي حسوه لما زعلوا شوية على الصلب والمشاهد اللي شافوها، لكن ربنا في الآخر أثبت لهم أن الفرح هو الحاجة الدايمة، مش يوم وخلاص. حتى كمان فرحوا أكتر بانتشار الكرازة وأن كان مبدأهم هو الفرح. أتمنى أن العيد السنة دي يكون بالنسبة لنا فرح ما يعديش كده، وأن نهتم بس بالأكل أو اللبس أو هنعمل إيه، لأن نهتم أكتر بأن احنا نكون فرحانين بالقيامة. والسنة دي بالأخص يكون يوم مختلف، لأننا مفروض هنعيشه أكتر مع ربنا ونقول له شكرا على الفرح اللي انت اديته لنا. كل سنة وانتم طيبين. بسم الله وبركاته روح القدس اللي نرحب جميل حبايبي الشباب ثانوي، خريستوس أنستي أليسوس أنستي، كل سنة وانتم طيبين، فرحانين بربنا دايما، فرحانين بالعشرة معاه. وانا عارف ان القلوب كانت حزينة الايام اللي فاتت عشان ما عيطوش عيد القيامة في الكنيسة ولا اسبوع الالام، لكن انا متأكد ان ربنا القائم من بين الاموات قادر ان هو يلمس القلوب، وقادر ان هو يدي فرحة، يفرح كل واحد فيكم بحياة جديدة وبتوبة حقيقية. وياريت كل واحد فينا يبقى راجع نفسه وقعد مع نفسه وقرأ إنجيله وصلى وراجع كنا ماشيين إزاي ومسلكنا إزاي، ونقول له يا ربي أنت قمت من الأموات وقمت العظم من الموت، وأنت قادر أنت تغيرني تغيير كامل من الداخل ومن الخارج، وتخليني ابن ليك، ابن فرحان بيك عشان افرح بيه والعالم كله يشوف مجدك في حياتي. عايزكم حبايبي تكونوا دايما فرحانين بربنا، وعايزكم تكونوا دايما متعلقين بيه ماسكين بيه متحدين بيه عن طريق التوبه والتناول. بعد ما ترجع الكنيسه تتفتح ان شاء الله نعرف غلاوه الكنيسه قد ايه وغلاوه التوبه بتاعتنا قد ايه والعشره مع ربنا قد ايه، فندخل الكنيسه بعد كده ما نطلعش منها، مفيش حاجة أبدا تشدني في العالم تخرجني بره الكنيسة. أحبائي أنا فرحان بكم خالص، وربنا يحافظ عليكم ويديكم نعمة، أنتم شباب وأقوياء، أقوياء في المسيح وأقوياء في النعمة اللي موجودة فيكم. أنتم فعلا آنية للروح القدس، وروح ربنا قادر إن هو يقيم كل واحد فيكم من حياته عشان يديله حياة جديدة وحياة مفرحة مع المسيح القائم من بيننا. وكل سنة طيبين، ربنا يبارك حياتكم، اللي احنا كل مجد وكرامة لينا الآن وإلى الأبد آمين. تمام، كل سنة وانتم طيبين، وعايزين نقول مع بولس الرسول في سفر أهل روميا إصحاح 6:8، فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه. احنا عايزين نحيا مع المسيح ونفرح بقيامته، حتى لو كناش قادرين نطلع، حتى لو كناش قادرين نلبس لبس جديد، حتى لو مش قادرين نتفسح، عايزين نحتفل بقيامة السيد المسيح في قلوبنا. وزي ما احنا اتألمنا معاه في الأسبوع اللي فات ده كله، يمكن الألم كان أكتر فترة السنة دي أكتر من أي سنة عشان مش قادرين نروح الكنيسة ومش قادرين نحتفل أسبوع الآلام وكده، فاحنا بنطلب من ربنا إن هو يدينا سلام، وإن هو يجي يسكن في قلوبنا، وإن احنا نحتفل بعيد القيامة الجديد،
واحنا واثقين ان هو هيطلع عنا زي ما اتكلمنا معاه، هنتمجد معاه. كل سنه وانتم طيبين. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين يا خريستوس انستي. احنا طبعا الايام دي بنحتفل بعيد القيامه المجيد. عيد القيامه من الاعياد السيديه الكبرى. عيد القيامه من الاعياد اللي بتدينا دايما رجاء. لما الواحد بيغلط او بيقع بيفتكر ان دايما بعد كل موت في قيامه، بعد كل سقطه في قيامه، بعد كل جمعه عظيمه في قيامه. الجمعه العظيمه مش بس الجمعه اللي هي بتسبق عيد القيامه. الجمعه العظيمه ممكن تبقى ألم أنا بمر بيه في حياتي، ممكن تبقى حاجة كبيرة حصلت لي في حياتي، دي جمعة عظيمة. افتكر دايما في أحلك الظروف وفي أوحش الظروف، افتكر دايما إن في قيامة، افتكر دايما إن ربنا قام بعد الموت. كل سنة طيبين. كورونا خلتنا نحتفل بالعيد في البيت، وده أنا شايف هي حاجة حلوة من ناحية إن احنا بدأت نرتب أولوياتنا تاني، ان احنا ما يبقاش الاولويه عندنا ان احنا نروح خروجه حلوه او نجيب لبس عيد، لا، احنا الاولويه عندنا دلوقتي ان احنا فعلا نحتفل بقيمه المسيح ونهتم بقيمه المسيح نفسه، وما نهتمش بحاجات تانية ونسيبه هو. كل سنه طيبين وعيد سعيد عليكم. بسم الله والابن والروح القدس الى الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدور كلها امين. شباب وشابات ثانوي الاحباء، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد القيامة المجيد، القيامة بالنسبة لنا هي غلبة، وغلبة الطهارة هي أهم احتياج لنا إحنا كشباب. إزاي نحصل من داخل أسرار الكنيسة ومن داخل حياة الكنيسة على الغلبة؟ من خلال الالتصاق بالصلاة، الالتصاق بكلمة الله خلال قراءتنا المنتظمة في الإنجيل، الالتصاق بجسد ابن الله ودمه القائم من بين الأموات من خلال سر التناول. عشان كده احنا نحتاج بشدة احنا نتمسك بالحياة، نتمسك بالغلبة من خلال اتحادنا بربنا في الصلاة، في الكتاب المقدس، في سر التناول. كمان من ضمن الحاجات المهمة قوي لينا كشباب هو قراءة المنتظمة في سير القديسين. زي ما بيقول القديس موسى الاسود، داوم على قراءة سير القديسين لكي ما تأكلك غيرة سيرتهم. حلو لينا جدا ان احنا يبقى لينا زي نظام يومي ان احنا نطلع على سيرة من سير القديسين الأطهار اللي استطاعوا ان هم يغلبوا بالإيمان، بالطهارة، بالمحبة، بالاتضاع. ان كان لينا غلبة فاحنا فعلا نشهد ان احنا ولاد المسيح، ولاد المسيح القائم من بين الأموات، زي ما احنا قائمين ما بين الأموات وما بين خطايانا وضعفتنا على مثال قيامته المقدسة. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يعطي سلام، يعطي فرح لكل العالم، ويرفع عن العالم هذا الوباء، ويجعلنا سريعا نتحد بجسده ودمه. لربنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد آمين. خريستوس أنستي، من يضحك لنا الحجر؟ الآية دي مفروض كانت مريم المجدلية وبقية المريمات وهم رايحين يزوروا قبر المسيح كانوا شايلين هم إن مين ممكن يدحرج لهم الحجر اللي كان على القبر، لأن الحجر دوت كان كبير جدا، كان تقيل جدا، وكان صعب عليهم إن هم يشيلوه. بعدين لما وصلوا لغاية القبر دعوا إن الحجر دوت اتشال، استغربوا جدا. وده يعلمنا حاجتين. أول حاجة إن هم ساعات بيبقى عندنا حاطين في دماغنا أزمات، بتبقى عندنا مشاكل، بيبقى عندنا صعوبات، بتبقى في حاجات كتير جدا في حياتنا شايلين همها، تجارب أو غيره بيبقى شايلين همها جامد جدا مش عارفين ازاي انها ممكن تتحل، وبنقعد نفكر فيها كتير جدا. لكن ربنا بيبقى راسب لنا الطريق، وبيبقى هو مدبر لنا الحل بتاعت كل مشكلة بنقابلها في حياتنا من غير ما هنعرف ازاي هو بيتصرف فيها، بنتفاجئ انها اتحلت لوحدها حتى ما نعرفش ازاي، وبناخد البركة بتاعتها. فدوت حاجة كان نتعلمها من موضوع الإنجيل بتاع المريمات ده. تاني حاجة برضو إن هو بيبين لنا إن هو طبعا إن الأيام دوت من الأموات كان السيد المسيح، حجر كان زيل جدا فمش أي حد يقدر يشيله، ودي حاجة تبين لنا الموضوع ده. كل سنة وانتوا طيبين. بقول لكم حاجة برضو عشان نحس فرحة بتاعة العيد، ناريت نقرأ كلنا الإنجيل بتاع القيامة. كل سنة وانتوا طيبين. خريستوس أنستي. كل سنة وانتوا طيبين. عيد قيامة مجيد، وكل أولادي خدام ومخدومين كل سنة وهم طيبين. خريستوس أنستي، إليسوس أنستي. خريستوس أفتومف خنقوم اسمي أفتومف
في آية مهمة في كورنثوس الأولى أصحاح 15 اللي نسميها آية أصحاح القيامة: إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات فكيف يقول قوم بينكم أنه ليست قيامة أموات. يريد كلنا نقرأ الأصحاح ده، مهم جدا لأنه بيوضح لنا أن المسيحية تساوي قيامة. دي أيقونة موسى النبي، هو وهارون ومريم أخته ماسكة الدف في إيديها، وبقيت الشعب كله خارجين وعبروا البحر في فرحة ونصرة شديدة، وده شكل عمود النار اللي كان بيرشدهم بالليل، والبحر واقف على اليمين وعلى الشمال زي السور. كل سنة وانت طيبين حبايبي شباب وشابات ثانوي. الأيقونة اللي شفتوها دلوقتي هي الكنيسة بتعبر بيها عن فرحة العبور، وحط هذه التسبحة في ختام الهوس الأولاني في التسبحة كل يوم، والقطع عن انقطع ماء البحر والعمق العميق صار مسلكا. بالحقيقة أحبة إحنا فرحانين بقيامة المسيح لأنه انقطع ماء البحر وعبرنا مع المسيح وبالمسيح من الموت إلى الحياة، من العبودية إلى الحرية، ومن الحزن والألم يقول كده في التسبحة: قلب حزننا إلى فرح. كل سنة وانت طيبين، إن شاء الله دايما رب يكون فرحانين، وما يهمناش أي أمور ولا ظروف، لأن كل ضيقة وكل ظرف وكل ظروف صعبة زي اللي مرينا بيها بسبب كورونا، المسيح قادر أنه يستخدمها وأنه هو يشكل من أي ظروف إيديه الحلوة قادرة تشكل منها شيء ينفعنا ويخدمنا ويفرح قلوبنا وينمينا. لإلهنا كل مجد وكرامة.